حد جيت عين خاطر غلق لنا الكم خبر ماكو احد. ليش ابوي احمد انا عجبني على الاخبار يا معادي يا كم خبر دقرنا وخلاص. زمنوا المخرج ماكو احد. وين جقومي ليش؟ هوني هو جقومي يلعب بالشارع. لكن هسه تصيح ويطلع هو مخرج. والانفجعت احمد انا على الاخبار وجقومي على الاخراج راح تقلب الدنيا. حجي انت ما عليكي بس اسمعي كلامي وكل الامور تمشي مليح ان شاء الله. يلا اخوي لك انت توكل. هيا انا جقومي تعال. يلا الله جابك تعال على السريع تعال ما ضل وقت. عشكو تعال سير على الاخراج وطلع بث مباشر عندنا كم خبر الحجي تقراهم. لا بربك ايه تعرف لو لا عشو ما اعرف يا شي غادلة بدوس الدقم. وجقومي اذا ما تعرف خلي لا تسحينا اصلا تعلموا فكرة اخراج كله من عندي. يلا لكن اخوي توكل والله يسترنا. يعني ابدي؟ ابدي. زين اول شيء ايش اعمل؟ والمن المخرج ليش؟ انا اللي انت؟ لا انا اكيد. دي يلا اشتغل زي صارت 59. لكن دخلي الحجي يتحضر. حجي حجي تسمعيني؟ ايه اسمعك. حجي من اخلص العد؟ راس انت بديت تمام؟ تمام ابوي يلا. 199 98 97 96 95 94 ولا تعتمد التوال. عاد عد نطع مباشر عاد عد على هذا العد مالك. هذا قال لك 59 الناس قد تصدق الاخبار. يعني لي 59 اظل ولا شو غاضتني انت شو غاضتني وراك ايش عاد تعملوني وال وراك اذا غاح تعد من المي لا الحجي ولا البرنامج اللي خلفه غاح يطلع. حجي معاد عفوين بقاغي ما ظل وقت وبنك قاعد ما في شيء يعمل. اما ليه جاني وانت تعال حبيب قلبي تعال على السريع. والله تفتهم هسه راح تنقذنا تعال. والله ما يطلع انا اطلع هو ما يعرف كل شيء انا علمتونه. بس اسكت وراك اسكت اسكت فضحتنا. وركب اشكو عندنا كم خبر تعال اطلع انت المخرج اخوك ما يعرف. تعرف انت بالاخراج قل لي ورك شو ما اعرف توم فيلم تايتانيك. ايه بس لا انت اللي اخرجته. لا تفرجت علينا وين ما تخوم. والله فضحتمنا والناس قد تصطندق ايش اعمل يا ربي ايش اعمل. ورك اصبر واخشى على الشغل المضبوط. يلا دخشى دغشعني. يلا يا متحضغي احمد انت عليك تعد لان انا ما اعرف اعد. جقومي انت جيب الشايات. والله انا ما علي انا يدوس على الدقم. يلا لكن من اقول لك دوس تدوس على الدقم مليح جقومي. ايه يلا جقومي دوس. وركم ماكو صوت الناس ما تسمع شيء. جقومي والله ما تدوس غير دقم. اي ما دق ما تدوس ادوس بكلتهم. لا ورك عد من واحد للعشقة ودوس بكيفك ولا اقول لك دوس بكلتهم. وركم تغدون الشلون انتم ايش تعملون خاطر الله ايش تعملون. انا ان شاء الله بلاني بيكم. وركم تدوسون على الدقم بكيفكم راح يفصلوني من وراكم راح انقطع رزقي ايش اعمل. انا ايش اعمل بس خلوني ايش اعمل. ودقيقة لا تدوس اكو صوت. لا يابا ماكو صوت ماكو. دقيقة خلاني ادوس هاي الدقمة. طلع صوت. ايه طلع. اخشيتم ما قلت لكم انا مخرج عالمي. يلا حجي يلا بخت الله بدي بس بدي ما ظل وقت والله انفضحنا. يلا دسكت لك. السلام عليكم مستمعينا الكرام. اليكم اهم عناوين الاخبار العاجلة. الخبر الاول عودة الكهرباء الى الساحل الايسر. الخبر الثاني عودة المياه الصالحة للشرب هم للساحل الايسر. والخبر الثالث صفقة فساد بالبرلمان وسببها اقللكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة ثانية بعد انقطاع طويل للكهرباء يعود من جديد للساحل الايسر. وقال مصدر محلي الذي رفض الكشف عن اسمه وبالمناسبة هو اسمه محمد جمعة محمد أن التيار الكهربائي. فضحتينه للغجال حجية فضحتينه. ما لك شغل أنت أنا أتفهم معانه. المهم خليني أكمل أسعى كمل له. لا أجد تكملين والله دمرتينا. كملي بس كملي خلصينا. أن التيار الكهربائي ما غاح ينقطع بعد. وما ذكروا أنه أكو مناطق الكهرباء ما سلم عليهم أصلا. وحتى أكو مناطق عبروا عن فرحتهم
وطلعوا عملوا حفلات وعزايم لين سمعوا بس صوت السبلت وغان قطع الكهرباء وما غشعونه. حجي الله يخليك اقرا المكتوب قدامك يا شا تقران انتي. مين انا كاتب هكذا مين؟ والله احمد ابوي انا اقرب كيفي ما اقرب كيفك. يما غا انفصل انا على الكتابي هاي مالتكي. والله هاي شغلة تخصك، المهم ذاك راسه شغلة الماي. يلا بس فضينا. والماي زي رجع بالايسر. ابراب كيف دينك يا حجي؟ اكو بالاخبار شيء اسمه المايزي؟ انا كاتب لك هالشكل انا؟ التزمي بالشيء المكتوب قدامك والله فضحتيني. صار ابوي، الماي زي رجع ولا تحكي ولا كلمة. حاضر حجي بس فضينا. والناس فقعاني، اكو مناطق من فقعتهم قاموا ياخذون سيلفي مع الماي وينزلون صور على الفيسبوك وعلى الانستغرام، واكو منهم خطيب بعد ما نشروا الصورة قطع الماي. وشبعوا قتل من ألم لين التهوا بالصور وما ترسوا التانكيات. حسبي الله ونعم الوكيل. حجي خربتي الاخبار مالتي خلاص علي ساعه قاعد اتعب عليها. اصبر خلا ايش اصبر يا معود ايش اصبر؟ يلا بس كملي في الضينة. اما صفقه الفساد اللي صاغت واللي حكوا عنها بالبرلمان، هي تكرمون عالات تشتري مسؤول بصفقه فاسده. حجي انا كاتب هكذا ابرامك، انا كاتب هكذا عشان تحكي انت الخبر بالعكس. انا كاتب هكذا، انا ابوس ايدك التزمي بشي الكاتب. الخاطر الله الخاطر الله، مسؤول يشتري نعالات ما العكس. بس خليني اشق حواسي. والله ابوي احمد انا اللي اخشعه صحيح حكينه. المهم المسؤول اشتغل تكرمون نعالات ب 900 مليون دينار عراقي، واركم ما تشبعون بتظل انت وعائلتك واولادك واولاد اولادك ياكلون منا وما يشبعون. لا يروح بالكم لبعيد، عاد احكي على الفلوس ما على العالات. حجي انت قد تقرأ اخبار اللي قد سولفين. هذا عمل هذا شيء الله يقبله. دمرتيها للاخبار دمرتيها. كوي اطلع. لا بس كملي الخاطر غلط، كملي من هذين الكلمتين واطلعي باخذ بالضينة. وبعد ما حللتوها انا بدماغي للشغلاي، اكيد العنف الاسري كن أثر على هذا المسؤول اللي اشتغل هالكمية من العالات. حجي انت منو قالك تحللين؟ بس خليني منو قالك تحللين؟ هي مخبرة انت هذي تقرأ ياما فضينا بقت لا تحللين الخاطر الله. ولا ابويا انا اخشى عما شكل يعملون بالاستديوهات. اشنو ذيك عذاك محلل سياسي ويفتهم بلا الشغلات انت ما التحليل انت؟ يلا بس فضينا. واسع ننتقل للاخبار المنوعة. حسبي الله ونعم الوكيل. الخبر المنوع، كثرت عمليات التجميل للبنات والأولاد، وذكر تقرير أنه زاد إقبال الشباب على العمليات بالفترة الأخيرة ولا يعلمون ما هو السبب. ولكم أنا أقول لكم أشنو السبب. السبب هو كثرة التجميل. لا حجي لا لا وانت اسكت خلا كمل. لا حجي فضحتين فضحتين. لف الموضوع لف الموضوع ما سيغل شيء ما سيغل حقه. وانت اسمع السبب تخلي احكي لك. بس تفضلي بس تفضلي بضينا. والسبب هو كثرة الجقمين، والبنت تعمل 6000 عملية تجميل، ومن يجون يخطبوها ويخشعوها تخبل لكن شبعت عمليات. بس ايه صب تبين العطلات؟ تبين بالولادة، من يجي الولد اجقم تقول لك البنت ايه كنت طلع على اهل ابونه. لا يوم لا حبيبتي، اصلا هو اجقم عن النسخه الاصليه مالتكي قبل التعديل. حجي فضينا الخاطر الله، انا كاتب الكتشك الشيء. الناس راح تاكل وجهي والله. والمدير هسه بس يجي اذا ما فصلني انا راح اقدم استقالتي، ما ضل لي وجه منه. انا احكي لك معانا ايش تحكي انا الخاطر الله فضحتيني. خليك كمل دغوح. دي كملي الخاطر الله كملي بس فضينا. اما الاولاد انا عندي غير حكي معاكم، طولتم شعركم قلنا ما يخالف موده، لبستم الضيق قلنا ما يخالف دي تطلع عضلاتكم، هذه اذا اكو عضلات. اما تخلي مكياج وتعمل حواجبك هون يسمع لي اقف على حالي واشلع اللي بغجلي واقطعها على راسك. حجي يا معود ايش تحكي انت خاطر الله؟ انا كاتب لك الشكل. اسكت خليني بقاري، وراك راح يجي يوم ما نعرف نخطب منو لمنو. حجي الخاطر الله اليوم يكفي وبس. الاخبار اللي ظلوا لا تقريهم لا تقريهم، ما غيدهم والله ما غيدهم، تعبت عليهم صحيح بس ما غيدهم لا تقريهم. يعني انهي انهي الخاطر الله انا ابو سيدكن. ايه اعزائنا المستمعين، لي هوني انتهت اخبارنا، واعذروني من كل كلمة طلعت مني، بس اللي كنتاه لازم يحس على نفسه ويرجع الصوابه. وكلامي للشباب بالذات اللي بدت المياعة تتغلب علينا،
ماكو شيء أحلى من يصيحوك رجال وتكون رجال قول وفعل. مع السلامة.